بلسان حالها تتحدث مدينة تعز عن شهور طويلة من حرب ضروس أفنت أحياءها وتركتها أثرا بعد عين. في أزقة المدينة يقاوم الأطفال نار الحرب بطريقتهم الخاصة، ويقتطعون من أوقاتها المشتعلة بالبارود لحظة هامشية للمرح. كذلك يحاول أفراد الجيش والمقاومة التقاط أنفاسهم، وفي المواقع العسكرية يمشطون ما تبقى من جيوب الميليشيا، ينتشرون على التلال لصد أي هجمات مضادة، ويواصلون معركة تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات المخلوع. آخر الانتصارات العسكرية السيطرة الكلية على منطقة لقروض في المسراخ جنوبي المدينة، واحتدام المواجهات في التبة السوداء وقرية الشرف بمديرية الصلو التي تطل على خط الإمداد الرئيس للميليشيا. تتحدث مصادر عسكرية عما يبدو وكأنه اندحار للميليشيا منذ ما قبل الهدنة التي أتاحت لها فرصة ترتيب تموضعها في بعض المواقع، واقتصرت هجماتها على نشر القناصين وزرع الألغام. بحسب مصادر عسكرية بات الجيش والمقاومة على تخوم تحرير تعز بالكامل بعد السيطرة على معظم المساحة الجغرافية، بينما تتركز الميليشيا على أطرافها وبعض مناطق الريف المتحكمة بخطوط الإمداد القادمة من خارج المحافظة. هل استقامت الأمور إذن أمام قوات الجيش والمقاومة بحيث يمكنها حسم المعركة؟ يبدو الوقت مبكرا جدا للحديث عن حسم قاطع في الوقت القريب، فاستراتيجية الميليشيا حين يشتد عليها الضغط والخناق تلجأ إلى حرب الألغام وفتح جبهات موازية بهدف تخفيف الضغط عن مقاتلها، كما أن بقاء خطوط إمدادها بالسلاح والمقاتلين سالكة وآمنة يطيل من عمر حربها ويعزز من جبهاتها. ما إن تستميت الميليشيا في العودة إلى ما كانت عليه في السابق حتى تصطدم عادة بترسانة الجيش والمقاومة، كما حدث في جبل هان التي حاولت الميليشيا من خلاله فرض الحصار مجددا على منافذ المدينة المحررة.